فنادق. طيب يعني عايزين برضو نعرف الدراسات والتجارب العملية العالمية اللي ممكن تكون مشابهة لينا قوي. ودي أستاذ خالد أكيد طبعا حضرتك بحكم دراسات حضرتك هتفيدنا فيها. دول العالم مثلا لو حصل إنه في مقر حكومي تم تركه لأي سبب من الأسباب، بصفة عامة كده من قراياتك بيتم التعامل معاه إزاي يا فندم؟ بتبقى في سند صندوق سيادي لهذه الدول بيتم التعامل معه مباشرة، هي بتعيد استثمار هذه المباني مرة أخرى بما يحقق الصالح العام والنفع العام لهذه الدولة. فأعتقد أن الوزراء حجم الوزارات الموجودة في مصر، وعلى الأخص أنا عندي مجمع التحرير موجود، عندي وزارة الخارجية موجودة، عندي وزارة الزراعة تملك أكثر من 10-15 فدان في أكبر مساحة في الدقي. كل دي مساحات أراضي تجيب الرقم 700 مليار اللي حضرتك ذكرتيهم من شويه. او وزاره الاوقاف لوحدها اعتقد بما تمتلكه يا فندم تمتلك من أراضي ما شاء الله، يعني ممكن تعدي الرقم ده. احنا بنتكلم على وزاره الاوقاف كمبنى وزاره الاوقاف وليس ما تملكه وزاره الاوقاف من اراضي في محافظه، مش اراضي، من مباني، من مباني على مستوى جمهوريه مصر العربيه. فبالتالي ان انا عندي الثلاث وزارات دول، لو عندي مجمع التحرير وعندي وزاره الخارجيه اللي جنب المسبيرو وعندي وزارة الزراعة، ثلاث وزارات بس، لا ممكن يعدوا تريليون، ممكن يعدوا تريليون، ده أقل حاجة يعني. فأنا يعني طبعا دي كل ممكن يعني الصندوق السيادي يحللي أزمة كبيرة قوي. الرقم هتحل أزمة كبيرة، هتحل عجز موازنة كتير. أنا بتكلف الموازنة عامة الدولة بتتكلف خدمة دين محلي 541.3 مليار جنيه سنويا. بتحللي وأنا يعني لو هننقل الوزارات وإحنا بننقل عاصمة إدارية جديدة، احنا عاوزين نغير الفكر الاستراتيجي وعاوزين ازاي يا فندم؟ ازاي؟ انا النهارده بعمل عاصمه اداريه جديده. ليه؟ اولا عاوز اطور من الاداء الحكومي واعمل حكومه الكترونيه علشان التنافسيه لمصر تتقدم وتتقدم مراكز التصنيف الائتماني. اعتقد في التصنيف الائتمانات في مصر حصلت على تصنيفات ائتمانيه جيده في الفتره الاخيره او في الثلاث شهور الاخرى. ليه انا النهارده الوزارات ما تنفصلش، او النهارده انا بطالب الوزارات تعمل حصر دقيق لكل الوحدات والمباني والاراضي الخاصه بيها. هذا الحصر يتم عرضه على مجلس الوزراء ويبقى عندي بلان كامل. انا عفوا بس انا اعتقد انه المفروض ان كل، حتى من قبل ما نتكلم على العاصمه الاداريه، المفروض ان كل وزاره عندها حصر. هي الفكره ان كل وزاره تقدم بقى الجرد ده او الحصر ده لجهه واحده مسؤوله تبقى سنترلايزد كده مركزيه تجمع كل، فنبقى عارفين احنا معانا يعني داتا وقواعد بيانات عامله ازاي. بالاضافه ان انا الطرح، يعني ما انا بقول طرح ان انا ازاي، انا عندي وزير وعندي وكلاء وزاره وعندي مساعدين وزير وعندي نواب للوزير، كل دول يفترض ان كل وزاره تقدم الطرح بتاعها كيفيه تطوير اداء الوزارات على مستوى جمهوريه مصر العربيه. انا بنقل نقله، يبقى نقله تطويريه، مش مجرد مباني او هيكليه موجوده انا بنتقل اليها، لا انا عايز اطور في الاداء، اطور في الفكر، اطور في تقديم الخدمات، اطور في فكر العاملين لدى هذه الوزارات، اطور ان انا ازاي اعتمد على الذات من هذه الوزارات. انا عندي وزارات، أنا ممكن انا عندي وزاره الزراعه انا بستورد سنويا لا يقل عن 12 مليار دولار سنويا حبوب من الخارج. ازاي ان انا اعمل اطور وعندي مركز بحوث زراعيه موجود؟ ازاي ان انا اقدر اعمل اكتفاء ذاتي من القمح؟ ازاي انا اعمل اكتفاء ذاتي من كل الحبوب اللي موجوده؟ ازاي انا اعمل اكتفاء ذاتي من انتاج الدجاج وانتاج الحيوان وانتاج السمكي؟ ازاي ان انا يبقى عندي قدره؟ كل الامثله اللي حضرتك ذكرتها دي يا استاذ خالد يعني هتوقفني عند حته واحده وهي الصناعه. كل الامثله حضرتك ذكرتها دي هقف فيها عند حته الصناعه المحليه. الصناعه المحليه انا بقول برضو ان النهارده انا عاوز يعني اسلخ الوزارات من عبء وتبقى هي مسؤوله عن عبء نفسها من خلال الامكانيات الموجوده المتاحه لديها والخدمات المقدمه للمواطنين واستغلال الامكانيات والقدرات اللي موجوده في كل محافظات مصر لهذه الوزارات، بحيث ان ما تحملش الموازنه العامه للدوله مزيد من الاعباء. انا النهارده الموازنه العامه للدوله محمله ومثقله بكثير من الاعباء، عندي عجز في الموازنه العامه للدوله قارب اكثر من 500 مليار جنيه سنويا. انا النهارده زي الوزارات دي تطور الاداء بتاعها وتعمل عمليه تبقى اضافه للاقتصاد المصري وليس عائق على الاقتصاد المصري. ازاي ان هي
تبقى تدمج او تعمل على زياده الفعاليه وزياده الانتاج بالنسبه لي. انا عندي وزارات على راسها وزاره الزراعه وزاره الصناعه وزاره التجاره، كل دي وزارات قادره على ان تعمل على تغيير الشكل الاقتصادي في مصر، بالاضافه لوزاره الماليه واعاده هيكله مصلحه الضرائب المصريه. لو انا بنقول تطوير مصلحه الضرائب المصريه بتحقق اكثر من 75% من اجمالي ايرادات الموازنه، لو عشان اعمل تطوير كامل يبقى لابد اعمل توحيد لكل قوانين المنظمه المطبقه في الضرائب في مصر، لابد ان انا اراعي الشرائح الضريبيه بالنسبه لمن يتجاوز ال 100 مليون صافي ارباح. لسه كنت هقول يا فندم، لا يعني لو هتكلم بقى في كده هدخل في نقاط تانية، زي ان انا اوسع الشريحه الضريبيه بقى كمان. ما هو وانظر للفئات اللي لا محصل منها ضرائب. انا بعمل اعاده هيكله لهذه الوزارات، بعمل اعاده طرح جديد لهذه الوزارات. يعني حضرتك عايز ان كل وزاره وهي بتنقل بفكر جديد، مش مجرد يبقى نقل مقر. انا عايز في انا بنقل فكر جديد. موازنه 2019 2020 ما عنديش عجز موازنه. ازاي؟ ولازم الوزراء. يعني ايه 2018 2019 2020 لما تتعرض على البرلمان العام القادم تتعرض بدون عجز موازنه؟ ازاي هؤلاء الوزراء هم مكلفين من قبل السيد الرئيس بخطه واضحه وطموحه؟ ازاي ان انا هؤلاء الوزراء كل يقدر يجتمع بالدولاب الوزاري بتاعه ويقدر يديني خطه ويديني رؤيه واضحه كيفيه الاستفاده القصوى من هذه الوزاره دون الاعتماد على الموازنه العامه؟ ازاي ان انا سواء بقى واطور في الاداء الاقتصادي اللي موجود؟ ايوه يا فندم، وانا بسلم وزارتي لو هي مبنى تاريخي، مبنى اثري ليه قيمه معينه، وانا او حتى لو هو مبنى عادي ليه قيمه عقاريه عاديه، وانا بسلم وزارتي، انا بسلمها والمفروض انه بناء على القيمه بتاعتها دي هشوف انا هحتاج اطلب حاجه من الحكومه ولا لا، ولا يعني أنا الفكر هيبقى ازاي؟ احنا حضرتك دلوقتي ذكرتي ان احنا مش كل الموظفين اللي هتنقلوا العاصمه الاداريه الجديده، هو جزء من الموظفين عايزين وزارات سوف يتم نقلهم العاصمه الاداريه الجديده وليس كل الموظفين، ففي جزء من المباني هيدنه موجود ومستقر فيها هؤلاء الموظفين على حسب يعني الجزئيه اللي تفضل السيد النائب عرض. وبالتالي مش كل الموظفين يبقى دول الموظفين اللي هم يعني عندهم قدر وعندهم فكر وعندهم طموح وعندهم قدرة على ان يتفاعل ويتعامل مع الحكومة الالكترونية بشكل كامل ومتكامل في كل الخدمات المقدمة من كل الوزارات. وبالتالي هو في انتقاء للاشخاص اللي هتنتقلوا العاصمة الادارية الجديدة. وبالتالي هل اقدر او كل وزير يقدر يحط بلان لهذه الوزارة دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة؟ هل يستطيع الوزير ان يفعل ذلك ام لا؟ هل لو استفاد استفاد القصوى حضرتك ذكرتها من تسليمه او بيعه لمقر وزارته، هل ده هيخليه ما يحتاجش حاجه من الموازنه العامه للدوله؟ دي رقم واحد. او استغلال، مش شرط ابيع، ممكن ان انا اعمل اعاده تدوير لمثل هذا الاصل اللي موجود، سواء اجره او استثمره بشكل او باخر عن طريق الوزاره. انما لازم يدرس كويس قوي ويعرف ايه المتاح بالنسبه له ويقدر يستغله ازاي، الناتج بتاع هذا الاستغلال هل يقدر يعتمد عليه، وخصوصا عندي وحدات اقتصاديه موجوده ملحقه بكل الوزارات اللي موجوده، يعني وزاره الزراعه ملحق بيها الثروه السمكيه، طب هل الثروه السمكيه تستطيع ان تتفاعل او تستجيب مع نفسها او وتتحمل؟ عندنا كنوز والله يا فندم غير مستغله في الزراعه. انا النهارده الزراعه لوحديها بس ممكن تحقق لمصر مش اقل من 30 مليار دولار سنويا. هل قدر وزير الزراعه يحط بلان او خطه او رؤيه ازاي نطور وزاره الزراعه وحقق ده مع تقليل فاتوره الواردات بما لا يقل عن 10 15 مليار دولار؟ طيب اسمح لي هنرجع تاني نستكمل هذه الجزئيه ونطرح ايضا ملفات يعني نقاط اخرى في هذا الحوار، لكن نطلع فاصل سريع ونعود مباشره، خليكم معانا.